هلأ بستأذن منكن. أخي أنت أسد، أنت نمر، يعني أنت عم تعطي هذا المجنون وش لأنه هو عمل شي منيح؟ هو مفكر حاله شغلة، وهو شغلة يا إسحاق. خلاهن يقتلوا جيلان شوي، خليه يحكي يلي بده يا هلأ. رح قلكن الأول، إذا لقدام أشر بإصبعته علي أنا رح أكسر له. مثل ما قال إلهان تماما، ما بيهمنا نهائيا يلي حصلتوا عليه أو يلي بدكن تحصلوا عليه، المهم عيلة شاكر بيلي توقع بإيدينا بالأول، وبعدين اعملوا يلي بدكن يا مع بعض إسحاق. أخي رجاء اسمح لي، بدي أكله لهذا أرجان. هو علك لحتى تأكله؟ لهذا السبب هو عم ياخد وش، لا عاد تحرضني. شو يعني يعملوا اللي بدهن اياه؟ هالشي معقول يا اخي؟ لسه عم تزيد علي؟ أخي أنا رح أتم بالموضوع إذا بتحب طبعاً، وإنت عيش وجعك، خليك بحزنك. ما بعرف ليش هاي الأوجاع كلها إجت ورا بعضها عليك. إجت علي وما إجت عليك يا الياس. لا يعني أنا هلأ قلت هيك لحتى ما تنشغل مع هاد وهداك، حتى ما تلاحق القصة. أنت بدي لاحق الياس، وشخصيا رح لاحقهم كلهم واحد ورا الثاني، كل يلي إلن علاقة بهالموضوع رح يندموا على اليوم يلي خلقوا فيه. رح ندمهم
تمام أنا موجود. خلينا نودع جيلان بالأول وبعدها أكيد رح نعمل اللازم لكل مين بيطلع قدامنا وبيوشنا. خبر الكل لكان، أنا بهالساعة بدي أعرف كل العلاقات تبع جيلان بما فيهم اللي ماتوا بالسيارة، كل مقابلاتها، كل سجلاتها، مين الأشخاص اللي تعاملت معهم. بدي أعرف كل شيء بالتفصيل الياس. رح نقابل أشخاص من الاستخبارات بخصوص هالموضوع؟ أنا رح أقابلهم يا الياس. يعني أكيد في بين إيديهم شيء مهم، واضح أنهم آخر من قابلتهم قبل ما توقع بالفخ وقتها. رح أقابلهم ورح أعرف شو صار، رح أعرف وينهم من هذا الفخ، وينهم من هذا الموت، ورح حاسبهم. ما عم بقدر صدق موت جيلان أبداً. كانت مرة ذكية كتير، يعني أي فخ هذا يلي قدروا يوقعوها فيه. هنن عملوا هالشي قدام خضر، وقدام خضر علي والياس من دون ما يهتموا. مين بيكونوا هدول؟ جيلان حاربت مع الاستخبارات، بقيت معهم لسنوات طويلة، يعني هذا انتقام السنوات قبل بيوم خضر عصب منها كتير وقال لها لا تتدخلي بشغلي، بس واضح إنها ما سمعت منه. جيلان كانت شخصية متسلطة شوي. طيب انتي كيف ما خفتي من هاي المرة وقدرتي تحكي عن اهتمامك بالسيد خضر بهالصراحة؟ واضح إنه عين الإنسان وقت تحب ما عاد بتشوف حدا. كمان ما كنت بعرف بالبداية إنه جيلان هيك، يعني ما كنت أتوتر وقت اللي بشوفها. رح تروحي على الجنازة؟ لا، نطلع سوا وأنا بروح على البيت وبشوف خضر هنيك. الحقيقة نظرات الناس إلي بالجنازة رح تزعجني كتير، لأنهم رح يفكروا جيلان ماتت وفضيت الساحة لإلك. بالضبط، ما حدا بيعرف جوات النفوس. تركينا هلأ من اللي جواتي أنا، كيف علاقتك مع قلب أصلاً؟ منيحة. أنا ما عم بسأل عن وضع مريضك بينار، عم بسأل بأي وضع علاقتكن صارت. ما في بيناتنا علاقة مثل ما بتقصدي بهار. يعني أنتي ما تأثرتي بقلب أصلاً؟ إنسان ذكي منيح كتير، هو شخص كتير محترم، بس ما في بيناتنا أي تأثير مثل ما أنتي بتقصدي. يعني الصراحة خطر عبالي إنه ممكن يكون صار بيناتكن نوع من الإعجاب. إذا مصرة على سؤالك إذا متأثرة بحدا، الحقيقة أنا تأثرت بشخص. بهزات صح؟ تركينا من هالحكي هلأ. شو يعني تركينا؟ أنا وإنتي رفقات وعم نحكي شغلات خاصة، يلا خبريني. بس ما في هالشي الكبير لحتى أحكي لك يا هلأ، تأثرت شوي هاد كل شي. مين هو؟ أخي تيبي صح؟ شوفي إذا كان تيبي رح قلك من هلأ لا تتأملي، لأنه في عنده حبيبة وحدة جنول. بعرف بهار، بحكي مع أخي تيبي أحياناً، بيخبرني عن جنول وهالشي كتير بيعجبني. مين هاد؟ مين يلي ضل غيرون؟ الياس. انتي شو عم تحكي بينار؟ انتي جنيتي؟ سألتيني وأنا جاوبتك. بس هو متزوج، أمور رفيقتي. ردت فعلك هي لأنه متزوج أو لأنه هو متزوج من رفيقتك؟ كرمال الاثنين. وضعي مو مختلف عن وضعك بهار. شوفي بينار، رح يقتلوكي، ما رح يخلوكي تعيشي. نحن عم نحكي عن أمور. أنتي اللي عم تحكي عن أمور؟
أنا عم أحكي عن الياس، يعني أكيد ما رح أقرب من زلمة متزوج. سألتيني عن مشاعري وأنا عم خبرك. يا ريتني ما سألتك. بهار خانو، إجا السيد يافوز. صباح الخير. صباح النور. خير شوفي، ليش اجيت تقابلني بهيك وقت؟ شو الأخبار بينار؟ خير يا فوز. انتم مو رايحين على الجنازة؟ نحن رح نقوم بواجب التعزية، رح جهز حالي. بينار، اختار الوقت لنطلع ونتغدى على انفراد. غدا شو هاد؟ نطلع على الغدا أو على العشاء، شو الفرق؟ اجيتي على اسطنبول وما قدرت اهتم فيكي، شو رأيك إنه نطلع نتمشى بشي وقت؟ ما في داعي. البنت ما بدها تشوفك على انفراد ولا تقعدوا، ما عم تفهم؟ عشونا ويا فوز. قلنا خليني اتصرف بذوق، حتى لو ما بدها تيجي، بس لا تعصب مني. اكيد هي معصبة، بعيد عن حياة بينار. على الأغلب انت متوقع انه هالبنت عم تفكر بحدا منهم، لهيك بدك تبعديني. مين هو؟ بهزات ما هيك؟ لا تحكي على الفاضي، شو خطر لك؟ على كلٍ راح يبين قريبا، منشوف. اجيت لهون لتحكي عن حياة بينار الخاصة؟ اجيت لا احكي عن حياتك الخاصة. يعني رح تتزوجي انت وخضر هذا الصيف. شو هاد يلي عم تحكي؟ هالمرة لازم نفتح الموضوع بالوقت والمكان المناسبين اختي. صح عصبت منك، بس شو كان رح يخطر لي انه تموت جيلان ويضل خضر لإلك اختي؟ يعني هيك بدك؟ معقول بتفكر بهالشي بهالوضع الصعب؟ كلياتنا منعرف خضر لما كانت مرته عايشة ما تردد ابدا انه يطلع معك انت. ايه، ومن بعد ما توفت مرته هذا الشي رح يكون بشكل رسمي اكيد. على فكرة انت يا اخي غبي كتير. خليكي ذكية. شوفي، اذا انت اتزوجت من خضر وقتها بوعدك اني رح اقطع علاقتي مع اخي فتحي والبقية. بالنتيجة نحن هيك منصير اقارب، يعني بيع الكل. الله الله. خليني هلأ بالاول قابل خضر على انفراد، في شي لازم قله اياه. اكيد اللي رح احكي فيه رح ينهي البرود اللي بيناتنا تماما. انا رح خبر خضر بهالشي، بس خليني شوف اذا كنت رح تضل عند كلامك. اذا كانت سعادتك هي محور هذا الموضوع رح اعمل كل شي ممكن اعمله كاخ الك يا بهار. مو شاطر غير بالحكي، شو عملت لحد هلا؟ عمول بعد هلا اختي. ليش الولد يافوز موجود عنا؟ لحتى ضل جنب بهار إذا رح تروح على الجنازة كرمال ما تضل لحالها. وهالشي واجبك؟ شو عم تفيد لبهار بالله؟ لو مت وعملوا لك جنازة فبهار ما كانت رح تروح. على فكرة بالنهاية نحن منضل إخوة، الضفر ما بيطلع من اللحم بهزات. بقصك مثل ما بيقص الضفر، ولا لا تزودها. امشي يلا. لكان بستأذن منكم، نحن رح نلتقي بالجنازة أساسا. بالأول أنا رح روح على جنازة سلمان وبعدها بلحقكم. ماشي، بما أنك رح تكون جنب يمان فيك تخبره إني رح إجي على التعزية مع الياس. يمان بهالفترة تحديدا متوتر من الياس شوي بهزات، برأيي إنك تحافظ على المسافة بيناتكم بهي الفترة. برأيي أنا إذا كان عندك رأي مثل هالرأي فتحشه بجيبتك يا فوز، أو خليه ببطنك.
طيب انت ادرى، انا قلت هالحكي لحتى ما يصير توتر، وانا عم ببعت له خبر لحتى ما يصير. امشي. سيد سيزائي وصل يا بيك، قال حابب يشوفك ضروري. دخلي دخلي. السلام عليكم رئيس إدريس. وعليكم السلام. في شغلات بدي أحكي معك بخصوصها. وأنا بدي أحكي معك. عود لشوف. سيزاي، أنت إلك أي علاقة بالشي اللي صار مبارحة أو لا؟ وأنا جيت لحتى أحكي بهالخصوص يا رئيس. أخوك ديمير قدر يورطني بعمل وسخ، بعدين فهمت شوي اللي أنا عملته. خبرني من البداية لأقدر الموقف. قال إنه هيك رح ياخد بتار ابنه وبده يرد اعتبار حضرتك، وأنا مثل ما بتعرف أكلت من خبزك، ما في شي ما بعمله كرمالك أنت. بعت لي واحد فاشل اسمه أوزغان، ابن أخ واحد منهم. بعرفه منيح لهذا التافه. من غير ما نعرف على مين خلانا نطلق النار، رحنا لحتى ناخد بالانتقام، وفجأة خلانا نطلق على عائلة فاشل يونيك. هدول الناس بيكونوا قرايبيني من أنقرة، لو ما كانت سيارتهم مصفحة لماتوا كلهم هلأ وما ضل حدا عايش. اسمي واعتبارك كانوا رح يتدمروا على الآخر يا رئيس. يعني ما تدمروا هلأ بهالتصرف يا سيزائي؟ إذا كان ديمير تافه، طيب أنت ليش ما أجيت وخبرتني وقت اللي طلب منك أنه تعمل هذا الشيء؟ ليش؟ توقعت أنه أنت بتعرف. وبعدين أنا رحت لعند ديمير وسألته، قلت له يمكن هني يحاسبوا الرئيس إدريس على هذا الشيء اللي عملناه. قال لي يحاسبوه؟ العفو منك. قال لي هو حرام يعيش. الكلب هاد. يعني معقول أخي الحقيقي ما يقدر يقدم لي شي من الأخوة من اللي قدمت له إياها أنا؟ هو خاين من وقت كان شاب، أنا ما قربت منه لسنوات طويلة. هذا الخبيث هو عمل اللي بده إياه ولحتى يوصل لغايته تحجج بوجع ابني كايا، وبعدها دخل على مكاني دغري. اللي يا رئيس شو بعمل؟ إذا أنت طلبت مني أرجع على أنقرة برجع، وإذا قلت لي روح وخبر عيد فشلي بهالشي رح خبرهم. أنا أطلقت النار عليهم بدون ما أعرف مين بيكونوا، توقعت أنهم أعدائك. أنا بأمرك. بما أنك أنت حكيت معي من قلبك عن كل اللي عملته فيهم، فمن بعد هلأ أنت بتكون روحي وقلبي. أنت قلبي يا سيزائي، وما رح طعميك لأي حدا. أنا رح أدعيهم لعائلة فشلي لهون ورح حل هالموضوع كلياته، وأنا رح ضحي بديمير هذا كرمال حضرتك أنت. عزيزي لألك. رح يكون عجقة كتير بالجنازة، لهيك حبيت شوفك هون. تسلمي. كان في وضع متوتر بيني وبين جيلان، مزبوط، بس هي كانت مرة شجاعة كتير، وهي كانت تقول نفس الشي عنك. قالت إنه ما رح يجي من قلبها تقوص عليكي. وقت اللي توجه السلاح عليها ما رفل لجفن أبداً، وما كانت تقبل إنه تقول أي كلمة بالتحقيق لهدول الناس الكلاب الخوني.
لأنه لو لعبتي مع كلب شرس أكيد كان حيعضك. يافوز إجا الصبح وهو مصر كتير لحتى يجي يقابلك، وقال لي إذا التقيت بالريس خضر في شغلات كتير مهمة رح خبره فيها. إذا هالشي صح أو هو كذب أنا ما قدرت أعرف، قلت بخبرك. وليش ليبعت هالخبر معك؟ مريض نفسي، هو مفكر لهلأ إنه في شي بيناتنا. وقت انقتل سلمان قدام عيونه مبارح أكيد وقتها بيكون فكر بهالشي، واضح إنه عم يحاول لحتى ما يوصل الدور عليه. بالعادة يا فوز ما بيحكي، فهمنا هالشي، بس يعني هو مو جبان شوي؟ كل اللي رح يقوله كرمال ما يموت، يمكن رح يوصلك للي عملوا هذا الشي بجيلان. تمام، يسلموا، رح أهتم بهالشي. منقدر ناخد استراحة شوي إذا بدك، ما رح يروح علينا كتير. رح يروح الكتير يا بينار، الكتير. بهالحالة رح نفقد كل يلي ضلوا منا، ولهالسبب رح نستمر. تمام، طيب خلينا نكفي المساء بعد الجنازة. أنا ما رح أروح على الجنازة، بدي ياهون يفكروا أني ما بقدر أطلع من البيت. أخي أنا كمان ما أروح على الجنازة. أنت بتروح على الجنازة وجيب تكين وكوبيلاي لهون بعد ما تطلع. تمام أخي. يعني رح نبلش؟ إيه. من وين جايب هالعكازة يا كلب؟ قلي. كنت جايب هاي العكازة مشان إذا احتجتها وقت التسول. حلوة؟ يعني وصلت للشكل المناسب سيكو. اللي عمله فيك يا مان قليل. بسبب تصرفاتك أنت فقدت ابني سلمان، أحب ولادي على قلبي. بابا حمدي، يعني رفيق ما كان عاجبني أساساً. المرحوم سلمان ما سمع مني، هو كان عم يسعى ورا خطة كبيرة. طباعه لسلمان كانت بتشبه كتير طباع خاله التافه، هو هيك كان دائما بيحب التخطيط. شو رأيك بابا حمدي لو منخفف مشاكلنا مع يمان هالفترة؟ يعني لو منعمل يلي بيقوله لبين ما يهدى شوي. بالعادة الجرو بيمشي ورا الكلب. من قبل انت شفت شيء انه الاب ممكن يمشي ورا ابنه؟ لحتى ما ينصاب اخي يمان باي ضرر بابا حمدي، دوغان الوحيد رح يقتل اخي يمان باقرب وقت ممكن يصحله. ايه ويقتلو، رح يقتلو الابن الفاسد سيكو.
اتصل يا فوز أخي، رح يمرقوا الياس وبهزات وقال لي خبرك. لوين راح هذا التاني؟ راح من جنازتنا للجنازة اللي بتخص خضر، لأنه مو لازم يبين حاله. بابا صار بيعرف إنه الياس هو اللي قتل أخي سلمان؟ سألنا أخي وجواد خبره. منيح، إذا كان حابب يموت لما يجي الياس لعنا خليه يتصرف على كيفه. هاي المرة بالذات ما رح حرك شعرة وحدة، فيك تخبره. أخي ما رح نعمل شي خطة ضد الياس؟ أنا عندي خطة ضد الكل يا عصمت، من عدا بابا. أنا كتير حزين ريس خضر، جينان خانم كان في إلى قيمتها الكبيرة، وذكرى من المرحوم أخوها زبير شي بيزعل عن جد. ورح قلك بصراحة إنه آخر لقاء إلنا كان مزعج شوي. كيف؟ وفق المعلومات اللي وصلتنا من جيلان خانم، نحنا كنا عم نتعقب مكان تونجاي وجماعته، بس مع الأسف أنتوا داهمتوا المكان بلا ما يكون عنا علم. لو كانت جيلان خانم خبرتكن إنه نحنا كنا عم نلاحقهم من قبل، يمكن كانت اليوم لساتها عايشة معك، وكان تونجاي والبقية بين إيدينا اليوم. ليك إلهام بيك، لو صار هيك ولو ما صار هيك، يلي صار صار. أنا خسرت زوجتي. آخر مكان إجت عليه لعندك وآخر شخص التقيت فيه كان أنت. شو صار هون بالضبط حتى وقعت بين إيدين حدا فيهم بعدين جابوها وقتلوها قدام عيوني؟ انتو اجيتوا على الجنازة وقدمتوا حالكن، وانا بيوم مثل هات اجيت لعندك لحتى لاقي اجوبة على اسئلتي. لما تونجاي والبقية غيروا المكان، جيلان خانم اجت لعنا لتعرف وين عنوانهم، وانا قلت لها اني ما بقدر خبرها. حتى لو كنت بعرف وين، قلت لها ما بقدر خبرها بسبب اللي صار، وقلت لها أنه هدفي مانو تنظيم عملية ضد هالرجال، ما بدي أقتلهم. وعبر التعقب التقني لهي المجموعة، هدفي هو أني أكشف ارتباطاتهم العليا وأعرف مين في وراهم، ومن بعدها باخدهم كلهم. طبعاً لما فشلت بالحصول على نتيجة مني، لمحت لي أنها رح تستغل علاقات المبنية من طرف أخوها وراحت. بعد ما وجهت لي كلام تقيل وما بيصير ينقال. المرحومة كانت رزينة وبعمرها ما حبت الكلام الخفيف، وبسبب المسؤوليات التقيلة اللي كانت متحملتها كانت تحكي بشكل تقيل وما تحسب حساب للشخص اللي قدامها أبدا. ومثل ما قلت حضرتك، ما كانت ترد على حدا، بس في عندي شوية إشارات استفهام. بما أن ما سمعت كلامك كمان، لكن مين اللي وقع بهالفخ القذر؟ فيني أحكي معك بوضوح؟ بتمنى. مثل مو بكل مكان في تشققات أكيد، بس مخباية، ومع الأسف ما قدرنا لهلأ نكشفهم كلهم. بس نحن تصرفنا بسرعة كتير كبيرة، وقفنا اللي شكينا فيهم. هدول بيستغلوا الوضع وبيعملوا عملتهم، وبيطلعوا وكأنه مو عاملين أي شيء، وبيتعاملوا مع تونجاي وغيره، وبيتفقوا علينا بلا ما ننتبه. إلهام بيك، قلت حتحكي بوضوح، بس أنت عم تراوغ بالكلام وعم تضيعه. رح قلك هالشي لكن ريس خضر، أنا لقيت أثر بخص الشخص اللي حكى مع جيلان خانم بعد ما طلعت من عندي، وعرفته هو ورجاله. أنا حققت معهم فورا، طبعا هن ما اعترفوا بشي،
ولا عطونا ثغرة. عم فكر إنه ما رح يطلع منهم شي. أنت قاعد بمنصب حساس ومهم، أسلوب استجوابك مختلف عن أسلوب استجوابي أنا. طلبي الوحيد، أعطيني هالرجال لخليهم يحكوا لي. ما بقدر أعمل هيك مباشرة، بس بقدر أعمل شي تاني. رح أطلق سراحهم والباقي عليك، وانت رح تتعقبهم بطريقتك وتسيطر عليهم كمان وين ما بدك وكيف ما بدك. بس رح قلك هالكلمتين المهمين، هدول رجال قذرين فوق ما بتتخيل، كون حذر معهم. خضر علي، هاد هو الرجال اللي وقع عمك بالفخ واسمه أرجان، عم يتحقق معه ورح يطلع بعد شوي. رح أقتله بس يطلع؟ لا، رح نلحقه بس يطلع لنعرف مكان إسحاق وتونجاي، بعدين كلياتهم سوا. فهمت؟ فهمت. عدنان، مور ريس، راقب المكان مع خضر علي من مسافة مناسبة، وأول ما يطلعوا من هون بتخبروا الياس. تحت أمرك ريس. ابني، إذا بتسمع مني بتخليني مرتاح لو سمحت. تمام تمام. يا ريس، ليش عم تخلي ابنك يشتغل بهاليوم الصعب؟ يعني لساته بيكون حزنان على موت أمه. أنا معك، ليش ما بتاخد ابنك وبتروحوا على البيت ترتاحوا؟ إذا ما أعطيته شي خليه يتمسك بالحياة ما رح يضل عايش، يا رح يتسبب بقتل حاله يا رح يموت من الزعل. ما بتخاف عليه؟ طيب فرضا لو كان إنه عنيد مثل أمه وقال إنه بدي حل شغلي لحالي هالمرة وقوص على أرجان بس يطلع. إذا ما سمع كلامي بده يفوت ويقعد بالسجن ويفكر كتير ويقول يا ريت كنت مثل بابا وما كنت مثل أمي بهالشغلة. إذا سؤالي ما كان مزعج، من وين تعلمت هاي الأفكار؟ من أمي المرحومة اللي جابتك لهون كقاتل مأجور. كانت مرة عظيمة. وشو مشان أختي جيلان هلأ يا ريس؟ مو لازم نقتل اللي كانوا السبب لو حتى أصدقائك؟ أنتوا بالأول اقتلوا أعدائي، اقتلوا أعدائي وبس، واتركوا أصدقائي إلي. يا إدريس، ليش بتثق بسيزائي كل هالقد؟ من هلا وطالع رح سميه روحي وقلبي، وإذا بتحب بشرح لك أكثر. إجا لحاله لعندك وخبرك؟ ولا أنت عرفت شي وبعدين طلبته؟ إجا لحاله وهو شرح لي، قال ما كنت بعرف شو عملت ولمين، وقال عمل خطأ كبير بحقهم، وقال بروح وبخلي عائلة فشلي أوصوني ولا بخليهن يعفو عني. إلي يا ريس إدريس. صح، رح نعمل هيك هاي المرة ريس إدريس، ما رح نخاطر أبداً. رح أخنق سيزائي بطريقة حلوة، وإذا شفته قاوم بيطلع واحد خاين عديم الشرف، وإذا لأ واستسلم وما قاومنا معناتها حاسس بغلطه معنا، وأنا برخي الحبل وقتها عند آخر نفس. تيبي، في شيء اسمه حلاوة الروح، طبيعي كتير إنه يقاوم الموت. قلي شو علاقة هاي بالخيانة؟ شو عم تدور على حجة لتعمل مشكلة؟ أنا قلت اللي عندي طوفان،
انتو الوحيدين هيك طبعكن متشبسين بالدنيا وما بدكن تموتوا، خلص اعملوا شو ما بدكن. اذا كان سيزائي خاين ولا سادق الاثبات امر بسيط، اكيد اذا قبلت بطريقتي. وشو الطريقه؟ بيعطينا اخوك ديمير ونحن رح نسامحه، بس ديمير ما رح نسامحه. نعمل اللي قاله تيبي، بضل أخوك. لهذا السبب ما بتقول إنه الدم دخل بيناتنا ومنصير أعداء بعدين. ما رح يدخل الدم بيناتنا حشمات، أنا رح أضمن لك هالناحية، هاي الشغلة عندي أنا. ويمان شفته كيف وقف مبارحة ورا الخيانة وما حكى شي، ما هيك؟ ما حرك أي ساكن وضل قاعد حتى لو كان الخاين أخوه. يا طوفان لهلأ شكلك ما بتعرفني منيح، يعني أنا إذا عملت مثل ما عمل يمان قدامنا كلنا ما بكون إدريس ولا بيكون عندي كرامة. ممتاز. بنتي بعتيلي ورا سيزائي وخليه يجي لعندي فورا. خالي فاشالي، طالب العفو منك. الخطأ اللي صار من عنا تجاهك كان من غير قصد، صدقني غلطنا وندمنا. رح نرضى بحكمك علينا وشو ما كان موافقين. يلا عود عود. توسي قال لبهزات إنك إجيت لهون شخصياً لحتى تقتلني. أنا أجيت عجنازة صح، وإني قلت بدي انتقم للرئيس إدريس كمان صح، وإذا أوجور طلع الغلطان بهالقصة وديمير دخل بخيانة ضد الرئيس إدريس هيك كنا رح نرتكب خطأ، وأكيد لو كنا منعرف التفاصيل ما بنعمل شيء. فهمت، أنت ارتكبت خطأ. طيب كيف رح تعوضه؟ شو بدك أعمل؟ ديمير نزل اعتبار رئيس إدريس للعرض، أنت عليك تزبطها وتدبر لقاء معه ونحن منروح ومناخده. تمام؟ رئيس إدريس؟ يا روحي وقلبي أنا ما عاد عندي أخ اسمه ديمير، خلص نسيته، عمل المطلوب وبس. أمرك رئيس. طيب لازم نروح على المشتل ونضل مع خضر، اللي صار صعب، وانت خبرنا شو راح يصير. أكيد رئيس طوفان. يلا يمان. ما في شي بنقال بخصوص كل يلي صار، يعني مشان موضوع سلمان والحكم يلي تنفس فيه صار لأنه كان ضروري هالشي، وإجينا لهون حتى ما تنفهم الأحداث بشكل شخصي. لما تقول هيك بتبين كأنك عم تقول الحقيقة، بس بهيك وضع وشرب قهوة التعزية مع الرجال يلي قتل أخي باليوم اللي بعد التعزية مانو كتير صح الياس. شوف نحنا مانا هون لأنه حابين هالقعدة ونشوف وشك، بس كان في خيانة بيناتنا بالأخير، مو بس إلنا الخيانة وإلك كمان. انعمل اللازم، وحتى إذا بدك لازم أنت تشكرنا وتكون كتير ممنون إلنا بدل ما تعبس بوشنا. بالنهاية الخال ما كان بده إياك تكون قاتل أخوك يمان. بسبب عائلة شاكر بيلي الأخ الثاني خسرته كمان.
فكروا فيها شوي. بالحقيقة لو عرفنا كنا قوصنا أبوك بأول مرة شفناه، وما كنا وصلنا لهاليوم هاد. لا هلأ بابا حمدي رجل بذل الكثير من الجهد لتوصل هاي العيلة للي وصلت له، صدقوني ما كان بيتمنى يصير اللي صار. كيف ما بده يصير هيك معنا أخي يفوز؟ أخذوا كراسينا اللي بنقعد عليها، الرجال اللي بعينه، المال اللي بجيبتنا وموبايلاتنا نحن المساكين. ما تواخذني بس هذا عديم الضمير. أنا ما عم أحكي بخصوص الضمير هلأ يا أخي. أنت يفضل ما تحكي بأي شيء والله. لهيك بهزات قلت لك من الصبح، بتصرفك هاد أنت ما بتكسب أصدقاء. شفتوا ليلة مبارح الرجال إجوا مبارح وقتلوا جيلان خانم وكلكم نزلتوا. يا بدنا نتوحد يا إما راح نموت ورا بعض. برأيي أنت بكل الأشكال راح تموت وحيد، بس يا ترى راح نجتمع ونصير إيد وحدة بعد موتك ولا ما راح نصير مثل ما عم تحكي؟ هذا شي بخصنا، لأنه بهديك اللحظة حضرتك ما راح تكون مشرفنا بوجودك. بهزات أنا ما عم أقول اللي فهمته، أنا عم أقدم عرض واضح كتير لزعيم الطاولة، عم أقول تعالوا لنتوحد، مسكوا الإيد اللي مادينا، خلونا نتشارك ونكون أصدقاء وإيد واحدة. مانك موضوعنا يا فوز، ماتت مرت أخونا وكمان مات أخو صديقنا، ليش عم ترمي حالك بالنص وعم تقول صداقة وإيد واحدة؟ ماشي خلص ما عاد قول شي أبدا. من هلأ ولفترة ما رح يصير شي وما رح نكون سوا بأي موضوع ولا بأي شكل منجتمع لياس. بس بقصة إسحاق وتونجاي وملاحقتهم أنت وين ما بتوقف أنا رح كون جنبك، وبأي وقت وبأي طريقة تعال وقول إنك رح تهاجمهم بتلاقيني معك. تسلم، هاي بداية صداقتنا يا فوز، هالشي كافي بالنسبة لألنا.